في زمن وسائل التواصل لم يعد هناك لقطة تمر مرور الكرام، فكل مشهد يخضع لتأويلات وتحليلات لا نهاية لها. قبل أيام ألقى رئيس النظام السوري بشار الأسد كلمة متلفزة أعلن فيه سيطرة قوته على حلب، وظهرت على يساره هذه الزجاجة وعلى يمينه مجسم لصقر. نسي الجميع الإنجازات التي تغنى بها الأسد في خطابه وركزوا على تحليل مدلولات الزجاجة والصقر، وظهرت رواية على الصفحات الموالية تقول إن حكاية الزجاجة تعود إلى حرب تشرين قبل عقود، عندما نجح اثنان من أفراد الجيش السوري في اختراق جيش الاحتلال والوصول إلى بحيرة طبرية، وملأ أحدهما قارورة ماء من البحيرة والآخر أخذ حفنات من رمال شاطئها، وطلب الجنديان مقابلة حافظ الأسد آنذاك لتسليمه الهدية، ثم أمر حافظ الأسد بصنع الزجاجة من رمال البحيرة وحفظ الماء فيها. قصة جميلة، ولكن في الحقيقة أن شيئا منها لم يحدث. فمصدر كل هذا التشويق هو مقال المدون السوري محمد السلوم، الذي يكتب مقالات ساخرة تحاكي ما ينشره موالو النظام عن ما يصفوها ببطولات الأسد وقواته. الطريف في الموضوع أن المواقع المؤيدة للنظام أعادت نشر المقال دون التحقق منه، وتبنى المقال أيضا موقع روسيا اليوم. الجدل الذي أثير عبر الموقع عن الموضوع دفع بالصفحة الرسمية للرئاسة السورية على فيسبوك لإصدار توضيح تقول فيه إن كل الرسائل والمضامين الأساسية كانت في الكلمة بحد ذاتها، أما ما طرح من تأويلات وروايات حول قطع الزينة المتواجدة في المكان فهي غير دقيقة ولا تعد كونها تكهنات لا علاقة لها بالواقع. وللمزيد عن صاحب هذا المقال الطريف ينضم إلينا من مدينة ليون الفرنسية المدون محمد السلوم، صاحب المقال الذي قلب الدنيا. أهلا بك محمد. كمدون سوري، كمدون سوري بالطبع أنت ملم بأوضاع الإعلام الحكومي، ولكن هل توقعت أن يجد مقالك الساخر طريقه إلى ذات الوسائل الإعلامية التي تنتقدها و أن تستوجب أيضا رد من الرئاسة السورية؟ لا، بالتأكيد لم أكن أتوقع كل هذا الصدى يعني والاهتمام. ولكن ما هي ردود الفعل التي كنت تتوقعها؟ الأمر كان كما حصل في مواد سابقة، يعني مجرد نشر وإعادة نشر للمادة من قبل بعض المؤيدين، من قبل بعض الصفحات البسيطة، لكن أن يتم تبني الرواية من خلال وسائل إعلام، ووسائل إعلام ثقيلة نوعا ما لنقل، يعني لديها كادر من العاملين، كادر كبير كروسيا اليوم، كوكالة فارس، كوسائل إعلام أخرى، فالأمر يستحق التوقف عنده كثيرا. يعني محمد، من تجربتك هل ترى أن الصحافة الساخرة توصل الرسائل المرجوة بشكل أفضل؟ في الواقع السوري حاليا نعم، الصحافة الساخرة لها مهمة، ومهمة كبيرة جدا، خصوصا في ضوء الفوضى أو لنقل الجنون الذي يلم بجميع المعسكرات الموجودة وجميع الجهات الموجودة. السخرية ربما كانت هي السلاح الأمضى يعني للوصول، وربما كانت الطريقة الأفضل للنيل من كل القوى التي تحاول فرض نفسها على القوة بوسطها قوى منزهة. ما هي أطرف ردود الفعل التي تلقيتها؟ لم تتوقف ردود الفعل يعني منذ تمت إعادة نشر المادة من قبل وسائل إعلام النظام، حتى الآن وسائل ردود الفعل لا تتوقف، يعني رغم أن صفحة الرئاسة نفت منذ ساعة، عادت إحدى الصفحات نشر المادة وكأنها حقيقة، يعني حتى أن بعض المعلقين على صفحة الرئاسة نفسها كذبوا صفحة الرئاسة وقالوا لا يمكن أن تكون هذه الزجاجة بدون دلالة، لابد أن هناك دلالة سحرية أو دلالة سرية وراءها. هكذا اعتاد الشعب أصلا، اعتاد دائما على أن هذا النظام لديه روايات مخيفة، روايات تدل على أنه عبقري وذكي ويستطيع أن يلعب على الدول وعلى الرؤساء وما شابه، وفي الحقيقة مفلس يعني.
يعني أنت اختلقت قصة يا محمد وهم يصرون على تصديقها، يعني هذه من أكثر الطرائف في التعامل مع النظام الحكومي وإعلامه. بل إن هناك من حاول أن يأتي بشهود على صحتها، يعني هناك من قال إنه يعرف اللواء الفلاني الذي أحضر الرمال، وهناك من قال أنا التقيت بمن أحضر الماء. أنا نفسي كنت أقف ذاهلا أمام هذه التعليقات. يعني شكرا جزيلا محمد السلوم المدون السوري، كنت أهلا معنا من مدينة ليون الفرنسية، شكرا لك. والآن أعود إليك من جديد سهام.